وستنضم إلينا من الحدود التركية السورية مفادتنا وزميلتي رشا قنديل. نرحب بك معنا رشا، وأنت موجودة على الحدود السورية التركية. بداية صفي لنا الأوضاع هناك. نعم محمد، تحديدا كما وصفت هذا المعبر، ومن أجل ما ذكره ضيفك ما يسمى بالحرب الإقليمية في المرحلة القادمة التي تنتظرها ربما سوريا أو نظامها، هذا المعبر هو معبر باب الهوى. الأرض التي أقف عليها الآن هي الأرض التركية، أقل من 20 متر تقريبا هذه هي أرض سورية. وهنا من المفترض كما ذكر أن الطائرة التي أسقطها الجيش الحر، أو قال الجيش الحر إنه أسقطها، سقطت في هذه المنطقة. لكن الأهم من ذلك هو المدنيين، المدنيون يعبرون باتجاه سوريا، وبالعكس المدنيون الذين يدخلون من سوريا إلى هذه الأرض ينبغي عليهم أن يكونون حاملين لجوازات سفر. من دون جواز السفر لا يمكن العبور، لأن ليس هذا معبرا للاجئين، كان معبرا تجاريا ثم أغلق. الأهم من ذلك هو عدد هذه الشاحنات الهائل الذي نراه هنا الآن، 30 شاحنة من المفترض بحسب ما فهمت من مراسلنا في وقت سابق عبد الناصر سنجي، أكثر من 30 شاحنة يدخلون إلى الأرض السورية يوميا، يفرغون هذه الشحنة ثم يعودون مباشرة إلى الأرض التركية، ليس مسموح لهم بالبقاء. الأهم من ذلك أنه بعض السوريين الذين تحدثوا إلي قبل قليل، بعض شهود العيان، قالوا أنه هذا المعبر كما نرى لديه 4 منافذ، هناك منفذ واحد فقط هو المفتوح، ويقولون أن ذلك يعني جعل الحركة أكثر صعوبة. لكن على أي حال المشاهد هو أن الحركة اليوم أكثر من الأيام الفائتة، خفت قليلا بسبب الاقتراب من موعد أذان المغرب، ولكن على أي حال بالتأكيد هناك حركة مكثفة اليوم. رشا، وأنت هناك بالتأكيد يعني تسنى لك الاطلاع ربما على أوضاع اللاجئين، يعني نعلم أن الأحوال الجوية تكون قاسية في هذه الفترة أو في فصل الشتاء، كيف هي أوضاع اللاجئين السوريين في هذه المنطقة؟ محمد، هناك نوعان من اللاجئين، نوع كنت أردت أن أتحدث إليه قبل أن آتي إلى هذا الموقع، وهو في قرية أطمة على الحدود السورية من الطرف الآخر، لكن لم يسمح لنا بالتصوير هناك، وقيل أنه ينبغي لنا الحصول على إذن من رئيس الأركان حتى بالحديث مع مراسلنا الذي بالتأكيد يملك يعني عددا من الأذون. النوع الآخر هو الذي شاهدته في المخيمات، حتى الآن زرت مخيما واحدا، مخيما ليس بالبعيد عن هنا، هو مخيم إصلاحية، ولكن المخيم الآخر الذي سأزوره غدا ربما هو مخيم يالداغر، أول مخيم مقيم اللاجئين السوريين. الأوضاع فيه على الرغم مما تحاول السلطات في المخيم أو تقول الحكومة التركية إنها تبذل من مال وجهد للمحافظة على اللاجئين، لكن الأوضاع بالتأكيد سيئة. اللاجئون اشتكوا إلي، سيما الفئة من السيدات والرضع والأطفال، أنه ليس هناك من أغطية كافية، هناك حالة من التململ لدى السلطات التركية في استضافة اللاجئين وفي معاملتهم داخل المخيمات. ولكن على أي حال النظرة إلى المخيم في يعني في هذا الوقت على الأقل هو مكان للاحتماء. هذا الخط الذي نراه كان قبل أيام خط نار، هناك تقريبا استعدادات من جانب تركيا لحرب مع سوريا محتملة إذا تم الهجوم عليها. أوضاع اللاجئين سيئة، ولكن بالتأكيد هي أفضل من أوضاعهم خلف هذا الخط. نعم، شكرا جزيلا لك رشا قنديل مفادة بي بي سي إلى منطقة الحدود التركية السورية.